أوكي تمام، مشي الحال. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا، زملاء وطلاب وضيوف في هالمساء الكريم هذا. رح نتابع يعني الجلسة الثانية لمناقشة أحد المواضيع المطروحة للماجستير. فأنا بدي أعرف بس بالطالب محمد عزت مقابل، وطالب ماجستير أنهى السنة الأولى وحاليا في صدد التجهيز خطة البحث للماجستير، فنتمنى له كل التوفيق. تفضل محمد، نحن كنا آذان صاغية لك. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نرحب بالسادة الحضور، الدكاترة الكرام، والمهندسين الأفاضل، والأهل والأحباب. أقدم إليكم خطة بحثي والتي بعنوان تحسين إكثار القبار بواسطة تحفيز إنبات البذور في شمال غرب سوريا. راح نحكي في هذا العرض عن مقدمة عن نبات القبار، الظروف البيئية لنمو القبار، الأهمية الاقتصادية والطبية، إكثار القبار، المواد وطرائق البحث، القراءات والقياسات. القبار أو الفلاح في سوريا شجيرة معمرة يتبع لجنس كابريس وفصيلة كابراسي، ويضم الجنس حوالي 250 نوع. الموطن الأصلي للقبار حوض البحر المتوسط، ويتراوح ارتفاعه ما بين متر إلى مترين، وهو شجيرة متساقطة الأوراق، الأفرع زاحفة أو مدادة، الأوراق خضراء دائري، وله أذينات شوكية، والمعلاق طويل، البراعم متناظرة، والأزهار خنثى كبيرة طويلة طويلة الشمراق، لونها أبيض في الصباح وتتحول إلى اللون الأحمر. الثمرة عنبة تشبه الكمثري، طعمها حلو من الداخل مر من الخارج. في عندنا صورة هون مأخوذة من المكان اللي جمعنا فيه البزار في مدينة منش. ينمو القبار في مناخ شبه جاف. الظروف البيئية لنمو القبار: ينمو القبار في مناخ شبه جاف ومتوسط الحرارة السنوية يزيد عن 14 درجة، والهطل المطري حوالي 200 ملي في السنة، ويعتبر الربيع الممطر والصيف الحار من الأجواء المناسبة لنمو القبار، وهو يمكن أن يتحمل الرياح القوية ودرجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة، وينجو من الصقيع على شكل جزع بسبب تحمله للجفاف ومقاومته للصقيع وارتفاع درجات الحرارة وانتشاره في المناطق الصخرية. فهو يصلح للزراعة في الأراضي المهملة والقاحلة وفي الجبال وفي الأراضي المنحدرة لتثبيت التربة وعدم انجرافها. بس أتمنى من الأساتذة الكرام يحطوا كتم للصوت. وهنا لدينا خريطة التي على الطرف الأيمن، ومنها نشاهد الاكتشافات الأثرية للقبار، والذي وجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والذي وجد في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وفي العالم القديم، ومنها في سوريا. بس الأخوة الفاتحين الكاميرات، بس لو سمحتوا الكاميرات مو منتبه لي والصوت. نعم، في الأستاذ حميد. أستاذ عبد الحميد، نعم، اكتب من عندك انت يا اخي محمد، من عندك تحكم. تمام دكتور. ثواني نشيل الحال هيك. اي تمام، ايه تمام الصوت كمان. اوكي، شكرا، تفضل تابع محمد. تمام. وعلى الجهة الأخرى كمان من الجهة اليسرى لدينا خريطة تظهر انتشار القبار في حوض البحر المتوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا وكذلك في سوريا. الأهمية الاقتصادية والطبية:
تستخدم براعم القبار في صناعة المخللات وثماره كتوابل ورماد جذوره، يمكن استخدامها كملح، حيث يمتلك نكهة حريفة مصدرها زيت الخردل. في عنا الصورة هون تظهر البراعم والأزهار. الأهمية الاقتصادية والطبية. الأهمية الطبية لنبات القبار تأثير طارد للبلغم وطارد للديدان ومهدئ، ويستعمل كلبخة في علاج النقرس وآلام الأرجل، وله استخدامات طبية أخرى. وقشرة الجذور تستخدم كفاتح للشهية. وفي هذه الصورة نرى الأسر التي تجمع براعم الشفلح من جوانب الطرقات، فهو مصدر دخل جيد ويوفر فرص عمل لمدة 3 أشهر أو 5 أشهر في العام، حيث تقوم هذه الأسر وغالبا الأطفال ببيع البراعم الزهرية التي تحتاج إلى تاجر ثانوي يقوم بدوره ببيعها إلى المعمل الذي يقوم بتخليلها وتصديرها. فنحن هنا نحكي عن محصول يعني يسموه محصول دولاري أو محصول للتصدير. إكثار القبار. يتكاثر القبار بالبذور وهي صغيرة وتنتج سريعا عندما تكون حديثة، ولكن بنسب قليلة بسبب المادة الصمغية التي تغلف البذور. وعندما تجف البذور تدخل في سكون يصبح إنتاجها صعبا ويصل إلى 5% في أفضل الأحوال. لذلك هي تتطلب إجراءات ومعاملات حتى تنبت وتنمو، وهو ما سوف نقوم به إن شاء الله. أما إكثار القبار باستخدام العقل فهو ما يزال غير مجد تجاريا لصعوبة التدوير الذي يحتاج إلى وقت طويل وتجهيزات خاصة. ممكن يعني عمل الشتلي أو القلم يظل سنة كاملة حتى يصير جاهز. عندنا هون صورة في ثمرة الشفلح وبداخلها البذور. أهمية البحث. لا تزال زراعة القبار على مستوى تجاري في سوريا في بدايتها، وتعاني من عدم توفر الخبرات لإكثار القبار. على الرغم من إمكانية كبيرة للتوسع في زراعة القبار نظرا لأهميته الاقتصادية الكبيرة ولمتطلباته الزراعية القليلة وتحمله للظروف الجوية القاسية. يعتبر القبار مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر والفعاليات التجارية والاقتصادية، وبالتالي فإن التوسع في زراعته يمكن أن تسهم في زيادة دخل عدد كبير من الأسر الفقيرة. ولهذا تهدف هذه الدراسة إلى تطوير طرق إكثار نبات القبار في الظروف السورية، وإلى دراسة بعض العوامل المؤثرة في إنبات بذوره من أجل تحسين قدرتها على الإنبات، مما سيسهم في إمكانية إنتاج الشتول والتوسع الزراعي للقبار. المواد وطرائق البحث. المادة النباتية. بذور نبات القبار التي تم جمعها من منطقة بنش وجمعت من نباتات متشابهة في قوة النمو. عفوا بس. بذور نبات القبار التي تم جمعها في من منطقة بنش وجمعت من نباتات متشابهة في قوة النمو ومن ثمار ناضجة في شهر كانون الثاني، وسيتم حفظها لوقت معاملتها وزراعتها في شهر شباط إن شاء الله. سيتم خلط البذور التي تم جمعها وقياس متوسط وزن 100 بذرة. سيتم تعقيم البذور قبل المعاملة بواسطة هيبوكلوريد صوديوم 5% لمدة 15 دقيقة، ثم غسلها بالماء 3 مرات. وسط الزراعة. سيتم زراعة البذور في وسط زراعي مكون من تربة زراعية وكومبوست بنسبة 1:1 في أوعية بلاستيكية صغيرة بقطر 10 سنتيمتر وارتفاع 15 سنتيمتر في ظروف البيت المحمي. المعاملات. سيتم معاملة البذور بطرق مختلفة لكسر طور السكون وتنشيط وزيادة نسبة الإنبات وفق المعاملات التالية: تعقيم البذور المعاملة 1، أول معاملة تعقيم البذور هي معاملة الشاهد، تعقيم البذور ثم زراعتها بدون معاملة، زراعة بدون أي معاملة. المعاملة الثانية تعقيم البذور ثم غمرها بالماء الساخن لدرجة 50 لمدة 30 دقيقة، ثم التبريد مباشر بالماء على درجة حرارة 4. المعاملة الثالثة والمعاملة الرابعة والمعاملة الخامسة هن عبارة عن غمر البذور بحمض الكبريت المركز لمدة 15 و20 و25 دقيقة، ثم الغسيل بالماء 3 مرات على درجة حرارة 20. المعاملة السادسة هي غمر البذور بحمض الكبريت لمدة 20 دقيقة وغسلها بالماء
ثم غمرها بحمض الهيوميك أسيد لمدة 20 دقيقة. المعامل السابعة والمعامل الثامنة غمر البذور بحمض الهيوميك لمدة 20 دقيقة و40 دقيقة على التوالي. المعامل التاسعة خدش ميكانيكا للبذور. المعامل 10 و11 هن خدش ميكانيكا للبذور مع غمرها لمدة 20 و40 دقيقة بحمض الهيوميك، أي خدش ميكانيكا مع المعامل السابعة والثامنة. هذول هن المعاملات، 11 معاملة. المواد وطرائق البحث، تصميم التجربة، سيتم تنفيذ تجارب الإمباد لكل المعاملات في البيت المحمي وفق التصميم العشوائي الكامل بواقع 3 مكررات لكل مادة و25 نبات في كل مكرر. سيتم تحليل نتائج إحصائية ومقارنة المتوسطات بواسطة برنامج SPSS، وعلى مستوى المعنوية 5% و1% لتحديد أفضل معاملة. القراءات والقياسات، سيتم جمع البيانات خلال مرحلة الإنبات وبعدها، ومنها معدل سرعة الإنبات في الأسبوع، نسبة الإنبات الكلي، عدد الأفرع النباتية، طول الأفرع النباتية، عدد الجذور، طول الجذور الرئيسية، نسبة الإصابة بالأمراض. طبعا عندنا هون معدل الإنبات ونسبة الإنبات هني قراءات خاصة بالبذور، أما باقي القراءات فهي قراءات خاصة بالشتول حتى نشوف مدى تأثرها بالمعاملات. تم بعون الله، وانتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم الداعمة للبحث، مع جزيل الشكر لحضوركم الكريم. شكرا محمد على هذه المعلومات الجميلة، يعني أخذتنا برحلة حتى نكتشف فيها القبار ونشوف شو أهميته، وخصوصا أنه الجلسة الماضية كانت يعني لمحصول استراتيجي مهم، فنحن انتقلنا من محصول استراتيجي مهم إلى نبات محمل تماما، وذلك صحيح، يعني يسمى من صار تضاد. النباتات المهملة والمنسية وفي بلاهما أهمية، يعني مثل ما ذكر أستاذنا الدكتور عبد العزيز، يعني في النباتات ما في شيء مهم وغير مهم، فعلى العكس أي نبات موجود في الطبيعة فبالتأكيد في غاية وفي هدف من خلقه ووجوده. فكل الشكر للعرض والتقديم. عفوا ففي دكتور. البداية بدي أتيح مجال للمشرف لأستاذنا الدكتور عبد العزيز إذا في عنده أي تعليق أو إضافة، والأسئلة مفتوحة للحضور الكريم. دكتور عبد العزيز الميكروفون عندك مكتوب. اوكي، مسموح؟ إيه تمام. مشكور على هذا العرض، كان عرض جميل وشيق. طبعا بالتأكيد دائما يعني ما في شيء كامل، ما بيقولوا دائما الكمال لله سبحانه وتعالى، فكلنا نحتاج إلى المزيد والمزيد من المعرفة والإحاطة قدر الإمكان بموضوع البحث ويعني أخطائه وإيفاؤه ما يستحق من حق. فعلى سبيل المثال ذكرت القبار بشكل عام، بس نحن بنعرف يعني بالنبات في علوم النبات بشكل عام في شيء نسميه الخاصة الصنفية، يعني هناك فروقات بين الأصناف، فروقات بين الأنواع، يعني ما فينا دائما ناخذ النبات ناخذه بشكله الكلي، هالشيء هذا بيضيعنا، يعني بخلينا نمشي باتجاهات غير محددة غير معروفة، بالتالي لنحيط ببحثنا نعطيه كل ما يلزم من اهتمام وجهد، لازم
نعرف شو نحن مع اي صنف عم نتعامل، مع صنف، مع صنفين، مع نوع، مع نوعين، مع 3 انواع. لانه النتائج بالاخير اذا كان ما اخذنا الخاصه الصنفيه، ما اخذناها بعين الاعتبار، راح نتوه بعض الشيء، يعني راح ما نوصل للنتائج المحققه والمرجوه. هذا واحد. اثنين، الهدف من البحث. يعني دائما نعمل بحث بغض النظر هذا البحث شو هو، كان يعني بحث لنيل شهادة أو بحث عام، فبدنا نحدد الهدف من هذا البحث. لكن بتمنى أنه تري هذا الأمر أو هذه الجزئية من البحث تري تعطيها اهتمام أكبر. طبعا يعني هذا فيما بعد في الأمور كلها تستدرك. الدكتور شاهر طبعا الشيء هذا ما راح يعني مر الا يوفي حقه ومستحق، موضوع التصميم الاحصائي، مخطط تصميم التجربه الى اخره. طبعا المقدمه كانت يعني اتمنى طبعا بالتاكيد راح تكون المقدمه فيما بعد مقدمه موفيه لكل موضوع البحث، وخاصة موضوع يعني إذا كان لازم شوي نتطرق تاريخيا. أنا بتمنى حتى نعطي بحثنا أهمية أكبر أو نعطيه ما يستحقه، لأنه فعلا النبات مهمل فقال الدكتور شاهر شوي ومنسي، لكنه نبات كتير عظيم، أهميته الاستطبابية، أهميته الاقتصادية. وبالتالي يعني نعطيه كمان، نعطي في المقدمة شوي شوي هيك لمحة تاريخية. مثلا إذا كان مثلا أخذنا التاريخ القديم أو العلوم القديمة، فنشوف إنه ابن سينا تطرق لقبار، حكى عنه، كتب عنه كثير. ابن البيطار أيضا كتب عنه، الرازي كتب عنه. يعني هناك إذا يعني هذا الشيء بدنا نذكره، إحنا عم نعطي بحثنا أهمية عظيمة جدا. ليش؟ لأنه عم نرجع لابن سينا ولابن البيطار ولفازي، لجامعات العالم كلها عم تستقي من ابن سينا لليوم لبكره، وعم تستقي من البيطار وعم تستقي من الرازي، لجامعات العالم عم تستقي منهم حتى اليوم. وبالتالي نحن هذول النا، هذول يعني نحن، وبالتالي كمان لازم هيك ولو من قبيل، يمكن ما بعرف انه واضح كلامي ولا واضح. تمام دكتور، أكيد أكيد، طيب يعني كل الشكر لهي خليك الملاحظات. يا رب. بعدين في ملاحظة أخيرة كمان نذكرها، مثلا القيم الغذائية، القيم الكيميائية الحيوية لهذا النبات، كمان هيك نعرضها بشكل أفضل. مثلا المحتوى من المعادن، محتوى من البروتين، محتوى من السكريات، الفيتامينات اللي هي بيت 12، فيتامين بي 6، فيتامين آ، فيتامين ه. هذه كمان تعطي للبحث يعني تعطي يعني عرض أفضل. أخيرا النواحي الاستطبابية يعني كانت كتير كتير مختصرة بالعرض، كثير مختصرة، لأنه لو رجعنا نحن للمراجع والخاصة فيما يتعلق بالموسوعة الطبية النباتية أو الموسوعات الطبية النباتية، كنا بنشوف إنه بيعالج سرطانات متعددة، منها سرطان الرئة، منها سرطان شو بنسميه عند النساء، يعني سرطانات الثدي وإلى آخره، أكثر شيء بصير عند النساء. هذا نبات معالج السرطانات، نبات معالج فيما يتعلق بالجهاز التنفسي، يتعلق بالجهاز الهضمي، فيما يتعلق بالأعصاب. والحكى الشفلح موضوع مثلا هشاشة العظام، موضوع الإصابات تبع الديسك مثلا. أنا شخصيا عالجت حالي مرة بالشفلح، موضوع الديسك، كنا أيام حلب، حكي قديم شوي، كان يعني عندي ديسك، حالة تاخذ الجزر
وبتحلق اللحاء من الجزر، واللحاء هذا بعدين بينطحن، بعدين بينحط بعجينة، والعجينة هذه بتتحط على مكان الألم خاصة مثلا أسفل الظهر، وبالتالي بيعطيك حرارة شديدة جدا، لكن يعني مثل ما بقول وجع يوم ولا وجع دوم، فبوجع كثير لأنه حار جدا، كثير حار، بس بيعالج. فهذه كلمة ملاحظاتي، أتمنى النجاح والتوفيق إن شاء الله، ونتائج كتير تكون مرجوة مثمرة ومفيدة بنفس الوقت، وعذرا على الإطالة. كل الشكر لك دكتور. هو موضوع القبار أو الشفلح ما بكفي عرض واحد لنحكي عن كل شيء بخصه، فأخذنا هيك رؤوس أقلام بس هيك شيء يعني نعمل العرض. إن شاء الله في البحث رح نذكر كل الملاحظات اللي حكيت لنا عليها. أنا أكيد هذا الشيء يعني حاسه، انتبهت له يعني من خلال عرضك، إنه هذه عبارة عن رؤوس أقلام، بس أنا فقط من قبيل التذكير وليس إلا، يعني أنا واثق إنه الشيء هذا سيؤخذ بعين الاعتبار. الله يكرمك دكتور. حضرتك يعني مبين إنك مهتم، ودكتور شاعر يعني في غنى الواحد يعني يحكي عنه الله محل. الله يعطيك العافية دكتور. بعدين أنت يعني من المشرفين، فأكيد راح يكون في لك لمسة مميزة بالإضاءة أكثر على البحث وعلى الهدف منه وعلى أهميته. ومثل ما يعني حكى محمد، الحقيقة الخوض بالقيم الغذائية والطبية وكذا، فهي إن شاء الله يعدنا الطالب الباحث في سيمينار وفي ويبينار يحكينا في بشكل خاص عن هي الأهمية. لذلك أعتقد يعني يعني بس عفوا عفوا دكتور شاب، بس أهم نقطة كانت هي الخاصة الصنفية، بس يعني هذه نعم هي شوي نعم. تماما بدي أعلق عليها، وحقيقة صار في عليها نقاش. دكتورنا في سوريا يعني ما في عندنا، ما بعرف إذا هذا اللي بتقصده، إنه أنت تحديد الصنف، إيش هو الصنف القبال اللي عم نشتغل عليه؟ هيك كان السؤال صح؟ يعني إذا كان ما وصلنا للصنف ممكن ناخذ النوع بعين الاعتبار، يعني هذا شيء يكون يعني معقول أكثر، لأنه في صعوبة مطلقة فيما يتعلق بموضوع تحديد الصنف، بس تحديد النوع ممكن، في عندنا أنواع، لأنه بنلاحظ تمام نحن لذلك، تمام لذلك هو بتشوف انه هو يعني نحن اخذنا الاسم العلمي النوع العام للقبار، لكن ما فينا نقول اذا كان فيه هو يعني صنف خاص في البيئة السورية. ما لقينا دراسات، ما بعرف اذا في حدا عنده دراسات عن توصيف نباتي دقيق في البصمة الوراثية الى اخره. لذلك حرصنا انه نوسم البحث في المكان، انه هذا نوع القبار الشفلح الموجود في سوريا والمعروف ومتكاثر مكاثر طبيعيا وفي هذا المكان. قد يكون يعني في وقت لاحق او احد الباحثين بيعمل دراسة تصنيفية للقبار الموجود في سوريا، هل القبار الموجود في شمال غرب سوريا هو نفسه الموجود في يا ترى شمال شرق ولا جنوب ولا إلى آخره؟ ما في يعني للأسف دراسات. لذلك نحن يعني أعتقد حتى نطلع من هذا الموضوع، فنقول نحن القبار، نحن عم ندرس القبار الشفلح المعروف والموجود في طبيعته المتاح المتاح في وضمن البيئة الظروف السورية. الطبيعية. ونعم راح نعطيه وسمة من يعني مناطقية، خلينا نقول يعني جغرافية، حددناه جغرافيا، فهو هذا بالضبط المكان المنتشر في محافظة إدلب في منطقة بنش على سبيل تمام، المثال. شمال غرب سوريا. نعم تمام تمام دكتور، يعني أكثر تمام. من هيك للأسف المعلومات المتاحة لي شخصيا ما في أكثر من هيك إن شاء بقول الله لك. إن وجد خلال بالضبط بعض الجولات دكتور الميدانية شاهد، بعد النقل كان متابع. بنلاحظ فروقات مورفولوجية نعم بين مكان وآخر، بين قرية وأخرى، بين الطريق
بين على الطريق الآخر، إن لوحظ بعض فروقات مورفولوجية ممكن الواحد وقتها ياخذها بعين الاعتبار، ما أكثر. بس نعم فقط عشان يعني هيك شو بدي أسميها، مو الحنبلية زايدة، لا لا، بس نحن إن شاء الله مستقبلا راح نستمر بالقبار. أنا واثق إنه راح نلاقي يعني تيمات تانية في مجال القبار، نعم لأنه موضوع مهم جدا. يعني الزراعات النباتية هي المهملة للأسف، يعني هي راح تكون عامل هام جدا في رفع الاقتصاد الوطني في سوريا بعد ما تحرر سوريا إن شاء الله. يعني يوم مثلا بنشوف الكمون اللي سعره نبات طبي على سبيل المثال، او اليانسون او الشمره او نشوف النباتات هذه المهمله، المحاصيل المهمله هذه، هي اللي بتدخل عمله صعبه، هي بترجع الليره السوريه الى ما كانت، الى يعني ما كان في عهد الباهر. لذلك يعني بدنا نهتم كثير، وهذا الشيء طبعا نحن بجوز هلا صرنا بوقت الخريف، بس انتم لساتكم في الربيع. لذلك ان شاء الله عاتقكم هذا الامر، يكون انه النباتات المهمله هذه كثير يعني تولى اهميه كبيره، مثلا الصنوبر الثمري، الكستنر، الخرنوب، السماق، التوت، الزعرور، العناب، حب القاس، يعني كل هذه نباتات كثير لازم تولى اهميه، لانه شبعنا حكي على القمح وشبعنا حكي على الزيتون، بس هل نحكي عن حب القاس، نحكي عن الكستنة، نحكي عن الصنوبر الثمري، كل هذه إن شاء الله، إن شاء الله دكتور تكون هاي بداية، يعني إحنا راعينا ظروف الطالب كمان، فإن شاء الله هي عبارة عن طرق باب إن شاء الله وفتح إن شاء الله. نافذة لتسليط الضوء على هذا البحث، لأنه فعلا في يعني قلة في الأبحاث في هذا الموضوع. في دراسة وحيدة كانت يعني تصنيف مورفولوجي، لكن ما وصلنا لأنه موضوع تحديد الألسن. إن شاء الله خير يا رب. كل الشكر لك ولملاحظاتك. نعم، في أي مداخلة، أي ملاحظة، أي سؤال، أي استفسار من إذا بتسمح لي الأستاذة؟ دكتور شاهر، تفضل. أولا جزاكم الله الخير على هذا، على هي خط البحث وعلى هذا العمل اللي أنجزه محمد. طبعا محمد من الناس اللي يمكن شهادتي أنا فيه مجروحة، لأنه مع محمد أنا بعرف إنسان مجتهد. بارك الله فيكم، حقيقة أنا استمتعت كثير في المعلومات اللي ذكرها محمد لهاي اللحظة، اللي معلومات في منا لأول مرة بسمعها أنا عن القبار، أو بالأحرى ما اهتميت بهذا المحصول قبل أو بهذا النبات من قبل، لأول مرة يعني بسمع عنه برزنتيشن أو عرض. أنا كان لفت انتباهي كمية العمل اللي راح يشتغل فيه محمد، عمل ممكن محمد بس نحن نشوف العمل اللي راح تشتغله، عمل كبير جدا. المعاملات اللي راح يشتغل عليها محمد صراحة عمل جبار، يعني أنا قبل ما بيشتغل فيه بقول هاي المعاملات عددها كبير جدا. بتمنى لك التوفيق وبتمنى لك النجاح يا محمد إن شاء الله بهذا البحث. الله يكرمك دكتور. هي عبارة عن ملاحظة وتوصية بنفس الوقت من خلال عملي أنا بالتعقيم. أنا اشتغلت على بذور القمح والشعير بالتعقيم في البيوتكنولوجي. أنت ذكرت أنك راح بالسلايد اللي قبله على التعقيم، في فكرة تمام، التعقيم بالهيبوكلوري. أيوة الهيبوكلوريد. هي توصية، وهي أنك تتأكد قبل ما تستخدم تجري ما يسمى بالتجربة الأولية، لأنه زيادة الفترة الزمنية مدة 15 دقيقة مع التركيز للهيبوكلوريد بدون تأخذ الضابطة بشكل صحيح راح بتأثر على الجنين وما راح يصير عندك إنبات. فبدك تعمل تجربة أولية قبل ما تبدأ ببحثك الحقيقي إنك تبدأ فيه. أعمل تجارب أولية، تأكد إنه هاي التراكيز وهذا الزمن اللي هو محدد 15 دقيقة بناء على دراسات سابقة ما راح يكون لها تأثير سلبي على الجنين، لأنه أنا حصلت معي في عملي
بعض زيادة الفترة الزمنية أو زيادة التركيز بدون انتباه ممكن الجنين عندك ما يصير عندك إنبات خالص. فهي عبارة عن فكرة ممكن تأخذها بعين الاعتبار وأنت عندما تبدأ عملك إن شاء الله. بتمنى لك التوفيق الله وبتمنى يسلمك لك النجاح في بحثك إن شاء الله. تمام دكتور، إن شاء الله راح ناخذ الأمر بعين الاعتبار. الله يعطيك العافية. نعم، شكرا دكتور إسماعيل على الملاحظة، وهذا فعلا يستدعي إنه نرجع شوي للمراجع. بتكون هذا التركيز يعني تم مقاطعته في أكثر من دراسة. هلا تماما يعني بتعرف حتى في زراعة الأنسجة وكذا نستخدم هيبوكلوريد الصوديوم دكتور، لكن على ما يبدو المشكلة الرئيسية عند هي البذرة إنه ما لك صعوبة الوصول للجنين، فقد يكون لذلك مستخدمين يعني فترة أطول، مع أنه أنا كمان ما أشوف إلا مبرر أنه 15 دقيقة طالما الغاية هي التعقيم السطحي. فشكرا للملاحظة ونرجع إليها إن شاء الله. الدكتور عبد الكريم تفضل. بشكر الطالب والمشرفين على هذا البحث المتكامل. للأمانة نحن يعني اليوم مع محدودية مساحة الأراضي المزروعة بسوريا، فبحاجة لهيك أبحاث نوعية، أبحاث لها أهمية اقتصادية وطبية. يعني اليوم مثلا القمح عم يزرع مساحات كبيرة، فيكون تكامل بين محاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية مثل القمح والشعير مع المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية اللي بتزرع على نطاق ضيق ولكن الأهمية الاقتصادية، وبتشجع اليد العاملة من المزارعين. فنحن نشجع كثير هيك أبحاث ممكن تكون لها أثر تطبيقي كثير كبير على إن كان على المزارعين بتحسين الدخل لهم. بالنسبة للمعاملات، المعاملات إن كان الميكانيكية أو الكيميائية، فيعني بده يراعي إنه ما يكون يصير أي أذية للجنين. يعني معاملة الخدش الميكانيكي كنا نشتغلها مع الأصناف البرية أو الأصول البرية بجامعة حران، فكنا كتير نحاول نبتعد عن الجنين، فإذا صار أي ضرر للجنين ممكن ينعدم الإنبات ويعني ما نستفيد شيء. فهي كتوصية يعني ممكن ياخذ فيها. موضوع المعنوية، هلا المعنوية عند 1% و5%، هلا عادة في الظروف الحقلية تأخذ عند 5% وفي الظروف المخبرية 1%. فهون هل هو المقصود فيها الخمسة بالمية بالشروط، خلينا نقول بالشروط الحقلية، 1% بالشروط المخبرية، ولا شيء آخر؟ أمر آخر حابب أكد على توصية الدكتور عبد العزيز، موضوع الأهمية التصنيفية. بالحاجة بصراحة نحن بسوريا بحاجة ماسة لتصنيف، أهمية لتصنيف خلينا الأصول البرية، النباتات البرية الموجودة، فبحاجة ماسة للتصنيف وبشكل رئيسي الأصول البرية. يعني اليوم سوريا هي موطن أصلي للقمح، موطن أصلي للحمص، ولكثير كثير من النباتات والمحاصيل الأخرى. فمن المهم يكون في عندي أنا جمع الأصول البرية وتصنيفها وتوصيفها من أجل بداية بأبحاث تهجين وتحسين وراثي. والله يعطيكم العافية وشكرا لكم لجهودكم. شكرا دكتور الكريم لملاحظاتك كثير قيمة. محمد شو ردك يا محمد؟ الله يعطيك العافية دكتور على الملاحظات. بالنسبة للخدش الميكانيكي إن شاء الله راح ناخذه بعين الاعتبار. بالنسبة للمعنوي صفر أنه 5% و1%، فنحن عندنا ظروف يعني موجودة في البيت المحمي، يعني هي متحكم فيها بس مو 100%. فنحن يعني أخذنا الطرفين، أنه ظروف متحكم فيها وظروف غير متحكم فيها، فأخذنا حبينا نشوف نسبة الخطأ عند الطرفين، عند 1% و 50%. الله يعطيك العافية، بس هون بدي أناقش المعنوية، بدي أتناقش معنوي عند 2 عند 1% و5%. يعني إيه بتقول تمام. مثلا في فرق معنوي، فبدك هون بدي أتناقش على الحالتين، يعني أول مرة تناقش على 1% وترجع تناقش على 5%. تماما هون دكتور. الموضوع راح يكون مربك بالنسبة لك، يعني مرة راح يكون معنوي مرة راح يكون غير معنوي. يعني في بعض الأمور إذا كانت هي مثلا الفروق المعنوية مثلا 4%، فهون هو صار معنوي عند 1% وغير معنوي عند 5%. فما بعرف إذا الدكتور شاهر عنده رأي تاني، ممكن يعني مثلا نحن نكتفي مثلا بوحدة 5% و1%، فممكن هذا يعمل له
كل قرعة عند 1% أو 5% يعمل له إرباك، أو ممكن يعمل جدول مثلا، ممكن يعمل مثلا عند 1% نحط نجمة و5% نحط نجمتين مثلا، إذا ممكن الموضوع يعني يكون أبسط بهالطريقة يعني. نعم تماما دكتور، ملاحظتك في مكانها. يعني نحن أمام نبات، يعني خلينا نقول لأول مرة ندرسه، ما بنعرف شو الظروف اللي ممكن تطلع معنا. الأمر الآخر، يعني مثل ما حكى الطالب، الظروف مدى التحكم فيها كمان لسه مو مبين معنا. فلذلك أنا شخصيا يعني وصيته إنه نحن ممكن نعمل الدراسة عند 5% وال1%، وبعدين في نهاية البحث نقرر. فأكيد في النهاية لازم نقول إنه 1% أو 5%، لكن ما حبينا ناخذ قرار مسبق قبل ما منشوف مدى التحكم في ظروف التجربة، وبالتالي الفروقات اللي ممكن إنه تطلع معه. يعني هو عادة يؤخذ 5%، لكن لما نقول 1% فهي للدقة أكثر. يعني لذلك لا يضر أنه حتى مجرد أنه يعني عملية تحليل، فبتعرف هي آخر شيء في التحليل هي اللي راح نتطرق لها. فمعلش لو تعدى بشوي، فنشوف أنه لا بأس، والحكم عليها بيكون فيما بعد ما بيتم تنفيذ التجارب. الدكتور ممكن مداخلة بعد ما نعم أكيد، تفضل دكتور. نعم دكتور، بالنسبة من حندرس من النهاية عن التحليل الإحصائي تماما، لكن بالنسبة للتحليل الإحصائي برنامج إحصائي تمام، بعد تعطيه من التحاليل هو بالأهل النتيجة بيعطيك عند 1% وعند 5%، ممكن يعطي عند 7% عند 9%. بالنسبة للمستوى المعنوي يعني ما في أي مشكلة، لما الواحد نحن نكتب ممكن نكتب عند 5% أو يكتب عند 1% ويشير إلى الجدول مثل ما تكلمت، النجمة مثلا أو النجمتين يكون 1% و5%، يعني ما في مشكلة يعني لتحديد مستوى المعنوي في نعم المنطقة. الفكرة الثانية دكتور، أنا كان عندي دراسة مرجعية عنه مجرد ما شفته، في إمكانية لجمع بذور حاليا من ثمار ناضجة حاليا مباشرة. محمد ممكن حياك الله دكتور. البذور تم جمعه بداية شهر تمام 12، تمام كان في ثمار ناضجة تمام تمام أخذتها من نباتات متشابهة بالقوة نفس الحجم، منطقة واحدة تمام تمام تم محمد، جمعها. انا بس بدي استفسر منك، هل لك فيك انت مثلا ثلاثة ثمار ناضجة ما زال فيها بذور بهالوقت موجود؟ هلا موجود، لكن ممكن يكون صابع تعفن او شيء، بس انا جمعتها من قبل. يعني عند جمعتها كانت الامور تمام. تمام محمد، انا في يعني بحث مرجعي معمول في قطر عاملين مع نبات الخضار، انه مجرد جمعك للبذور مباشره من الثمار وغسلها وتنظيفها وخدشها مباشره بعد ما تجمعها خدش ميكانيكي وزراعتها مباشره بعد الجمع، ممكن يعني تعملها تجربه يعني لو تعملها 3 مكررات نفس الشيء، تعملها معامله خارجي أبقى نسبة إنبات حسب البحث 98%، يعني وهي نسبة ممتازة كثير. تمام؟ هلا كمان هون في الدراسات مذكور نفس الامر، انه بدايه انه من اول ما ناخذ البذور بتكون نسبه انباته عالي او نسبه انتاج جنين عالي. تمام، أنا هاي الفكرة، إنه بما إنه نسبة الإنبات تكون عالية في مجرد جمع البذور وعمل خدش ميكانيكي لها، تمام ممكن يعني نعتمد على أنت تعمل معاملة على هالشيء، يعني تكون أول معاملة عندك وبعدين البقية تشتغل عليهم، تمام؟ يعني مجرد جمع البذور غسلة وتنظيفها وخدشة وزراعتها مباشرة بالوسط الزراعي وعملها 3 مكررات نفس الشيء. تمام ملاحظة كثير مهمة دكتور، وكل الشكر لك. يعني دكتور شاهد، وفينا يعني نحن فينا الهدف يعني نحن أعتقد بدنا نحسن من ذات البذور، بما انه يعني هي فكره موجود يعني نجرب، ممكن نحن نعيدها كمان على الصنف السوري، خلينا نقول او الجينيتيك الموجود في المنطقه مثل ما تفضل الدكتور معنا، كمان نعتبرها معامله يعني اول معامله خلينا نشتغل عليها يعني على السريع، يعني حتى لو 3 مكررات يبدا العمل عليها دكتور تماما شاهد. تماما تماما
تماما بالضبط، طالما انه في ظروف محميه مامنه. يعني هو تمام. المشكله وين؟ انه انت لحتى تطبق هاي الاكثار المباشر للبذور فلازم يكون في عندك ظروف محميه، كون بهالفتره هاي في يعني الظروف الخارجيه غير ملائمه. فلا بأس محمد، يعني اذا كان الموضوع متاح فبتكون يعني أنا سألت بعد إمكاني شيء لو جيد أنا جدا. بعد إمكاني تمام. إن شاء الله بكرة بحاول أشوف إذا ممكن نجمع بزور. إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور دكتور بلال. حياك الله. تسمح لي دكتور شاهر؟ تفضل دكتورنا. الله يعطيك العافية يا رب والصحة. تحياتي للجميع ونتمنى كل التوفيق للأخ محمد. بس أنا حاسس إنه يعني محمد واقع مع، بدي أحكي بالعامية مش بالفصيحة، تفضل يعني واقع معك ومع البروف عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز، والله يعينه 11 المعاملة صار وهسه 12 يا دكتور، صار وهل 12 يا عيني عليك، وهسه معاملة الدكتور السيد العميد صاروا 12 يا جماعة، مصرين لك يعني يا دكتور. ارحموه يا جماعة. والله أنا لو زيه لا أساوي بحث أثر معاملة بذور القبار بالهيوميك أسيد عند تركيزات متعددة أو مختلفة. فعن جد إذا أنتوا أخبر، أنتوا أهل المخابر والمزارع وإحنا بتوع الاقتصاد والتنظير، إذا كان بالإمكان أن نخفف من عدد المعاملات بيكون أفضل، والله أعلم. أنتوا أخبر، بصيرش أحكي بالبروف موجود وهذا هو طالع على الشاشة. يعني الشغلة الثانية كأنه راح يتغلب بالليتريتشر ريفيوز، لاني انا شايف ما يعني ما استعرض اي دراسات سابقة، شكله كمان حيتغلب لانه شكله هذا الموضوع ما حدا كثير مشتغل عليه. فوالله يا محمد انا بحبك ويعني كنت الله مميز يسلمك يا دكتور، معاي، فالله يعينك ودعائي لك انك الله يعني يكرمك يا دكتور. وخاصة والموضوع كمان صعب ومميز. بتمنى حدا من شباب الاقتصاد كمان يفكر بعديك يشتغل على سلسلة القيمة للقبار، يعني إذا محمد بيك طلع لنا بنتيجة إنه جيد وإنباته جيد وحنكون يمكن زراعته ونحوله يعني من محصول خليني أسميه بري لمحصول اقتصادي، لازم شباب الاقتصاد يبدوا يشتغلوا كيف ممكن يكون له سلسلة القيمة ويكون فعلا محصول اقتصادي. كل الشكر وكل الدعاء لك بالتوفيق الكامل أخي محمد، والله يعينك الله على يكرمك دكتور، الله يسلمك، مشرفينك وخطتك الله يكرمك دكتور. حبيبي. لسه الدكتور شاهر إذا كان قايل لي انه بده يعملون 50 معاملة بدل 25. خفيفة مو كتار 50 مو كتار. عفوا إذا كان بسمح لي الدكتور شاهر إني تفضل أول تفضل شيء دكتور. رحب كثير بالدكتور سليم بعد زمان، دائما سباق دكتور سليم. والناحية اللي حكى فيها موضوع سلسلة القيم الغذائية الاقتصادية، أنا فيني أسميها حتى للزراعات، برجع بحكي بالزراعات المهملة ومنها القبار وراح الزراعات هذه أو هالمحاصيل، تلاقي أهمية كتير كبيرة وتلاقي شغل كتير كبير عند الاقتصاديين، لأنه فعلا هذه هي الزراعات المربحة اللي تعمل جدوى وتعمل فائدة للمزارع وتحسن من ظروفه وتحسن من معيشته، خلافا للزراعات الاستراتيجية اللي كنا نسميها القطن، نسميها المحاصيل الحقلية إلى آخره، لا شك أن زراعات هامة جدا وكثير مهمة، مو بس يعني زراعات استراتيجية بكل المعايير. لكن إذا كان قارنا الزراعات الاستراتيجية إيش قد بتاخذ جهد، إيش قد بتاخذ مي، إيش قد بتاخذ يعني مغامرة، حتى مثلا القطن زراعة فيها مغامرة، فيها حرب،
تنحرق احيانا المحاصيل الى اخره. لو قارناها بهالزراعات المهمله اللي حكينا عنها كثير، هلا من مره بعرف تذكر الدكتور شاهر كان لسه طالب، عملنا ندوه سميناها ندوه الزراعات المهمله، دعينا لها من كل الجامعات بسوريا، وكانت ندوه كثير ناجحه. المهم الاقتصاديين راح يلاقوا فعلا مجال انه يدرسوا هالزراعات هذه ويشوفوا ويوصلوا لنتيجه انه هي راح تكون دعامه للاقتصاد الوطني اكثر من اي زراعات، مع يعني احترامي للزراعات الاخرى اللي بتسميها استراتيجيه، لكن بالتاكيد راح يشوفوا هالزراعات هذه او النباتات ذات يعني الصفه الاستطبابيه اللي هي مرغوبه جدا عالميا في مجال الصناعات الصيدلانيه، فمرغوبه عالميا كثير. ما حدا بده ياخذ من عندنا مثلا قطن، ما حدا، بس بالتاكيد نحن اذا كان انتجنا كميات كبيره جدا من الكمون او اليانسون بتشوف عالميا هذا في طلب عليه، مرغوب اكثر ما مرغوب القطن مثلا. ومرة ثانية برحب بالدكتور سليم، تحياتي للجميع، شكرا كثير. نعم، شكرا شكرا دكتور لملاحظاتك دكتور سليم والدكتور عبد العزيز، هاي دكتور يعني شاهر ممكن بعد إذنك رد في عليها. كان ملاحظة ثانية بدي أضيفها بعد إذنك. نعم، تفضل تفضل دكتور. دكتور ممكن بالنسبة إلى القراءات، يعني ممكن نضيف من القراءة نسبة البقاء، يعني عدد الشتلات الباقي من عدد النباتات اللي أنبتت، يعني ممكن يكون يعني تأثير للمعاملات على بقاء الشتلات في النهاية أو اللي بقيت نابتة. يعني نسبة بقاء الشتلات تمام، أو نسبة البقاء، عدد الشتلات يعني اللي بقيت على قيد الحياة بالنسبة على الشتلات اللي ماتت أو هيك. إذا فهمت عليك إنه نسبة نجاح الشتول، دكتور بعد الانبات تمام، بعد انت عم تاخذ قراءات الانبات بشكل اسبوعي تمام، تمام. عندي توقف الانبات، لكن بعد مرحله خلينا نقول نسبه البقاء بعد شهر، خلينا نقول نحن نبتت مثلا عندنا 100 بذره، بعد الشهر نحن بقى عندنا مثلا من اللي نبتوا 30 بذره، اي يعني نحن ناخذها نسبه البقاء، يعني لانه يعني ممكن اوكي، معاملات البذور مثلا حمض الكبريت تسبب موت للشتلات او تسبب هيك، ممكن هاي نعم ضروري يعني كمان بالنسبه لتاثير المعاملات على نمو الشتلات يعني. نعم تمام، جميل. ولذلك يعني لما فكرنا بالموضوع، يعني بالدراسات اللي عاملينها مسبقا، فاخذين يعني موقفين عند نسبة الإنبات ونسبة وسرعة الإنبات وإلى آخره. تجارب يعني تمام، لتجارب نحن بدنا مشابهة نكسر النبات، بالتالي نحن بدنا نعرف شو قد عم يطلع بالضبط. لنا من كل معامله، ممكن نقول افضل من استمرت بالنمو، يعني هذا نعم الهدف الافضل يعني للمعامله. نعم نعم تماما، لذلك بقول لك انه احنا عم نفكر بنفس التفكير، انه عدد الافرع وطول الافرع والجذر، يعني حتى انا لو كان عندي صار انبات، طيب فممكن تكون قوة النمو او قوة الانبات بين معاملة ومعاملة أكثر من المعاملة الثانية، لأنه هدفنا أنه هاي الشتلة بدنا ننقلها على المشتل، ننقلها على على الحقل، نعم نعم فنسبة الإنبات لحالها ما بتكفي، لازم يكون عندي يعني قراءات أخرى بتشير على قوة النبت أيضا، لأنه هذا كثير كثير مهم. وأكيد القراءة يعني موت النباتات أو البقاء أو نبت يعني موت النباتات بعد الإنبات، فهي قراءة كثير كثير مهمة، وأكيد الطالب بيرحب فيها. محمد شو رأيك؟ تمام دكتور، تمام ضفته ما عندك مشيتها خيار آخر. ما تقتل عليه كثير دكتور شاه. هلا دكتور نحن سليم اخذنا عدد الافرع وطول الافرع مشان هيك امور، يعني باقي القراءات اخذناها مشان نعرف نسبة نجاح الشتلات. ثقة بالقراءة تمام أو الشيء تمام، تماما، هي القراءة اللي عم يقترحها الدكتور، فهي أصلا أنت راح تاخذها، لكن تمام، ايوه راح يعني ما راح أعطيها تاثر كثير. مسمى. لا إيه، ما راح تأثر عليك، لكن أعطيها مسمى
كثير دكتور يعني ممكن بلال، نسميها مشكور على نسبة هي نباتات على هي الملاحظة. المتبقية، ممكن نسميها نسبة نباتات المتبقية حسب الحصاد. نحن عادة بالقمح بنسميها نسبة نباتات المتبقية حتى الحصاد، فممكن يكون شيء قريب منه يعني. بالضبط، يعني لا هي تمام دكتور، يعني نعم في بعض بالنسبة لأنبات البذور غالبا تكون يعني في الدراسات نسبة البقاء، يعني نعم تمام من عدد البذور النابتة أو عدد البذور النابتة وقت على قيد الحياة بالنسبة للبذور النابتة، النسبة المئوية يعني بسيطة كثير بالأصل، هو هاي يعني نسبة النبات هي حتكون من ضمن يعني في النهاية يعني. نعم تماما تماما. لا بالعكس، هي بتعطي إضافة يعني أخرى نعم no. للبحث، ف جميل جدا يعني. هلا ممكن تطلع معنا الأستاذ فادي عبيد، مشكورا. وينك؟ ما عم نسمع صوتك خيو، بس بالدردشة. فعم يقول طالما نسبة الإنبات فهي دالة على نسبة البذور غير النابتة. تماما أستاذ فادي، أنا معك بهي، لكن اللي عم نقصده نحن إنه نبتت هي يعني صار في إنبات لكن ماتت بعد مثلا أسبوع أو أسبوعين. فجيد إنه نسلط الضوء عليها. هلا قد تكون بتموت، قد ما بت يعني ما بتموت، وبالتالي بتطلع معنا نسبة الإنبات هي نفسها نسبة نجاح الإنبات، أو مثل ما دكاترتنا بيسموها نسبة البقاء. يعني حقيقة في لها مصطلح في الإنجليزي بس ما في بالي. يعني هي successful germination أو seedlings هي اللي طلعت. جميل، مشكورين جدا على هي الملاحظات. هل أنا في لي تعقيب على يعني عدد المعاملات؟ حقيقة هو كبير، لكن اللي شجعنا أكثر انه البذور، يعني انا كان التخوف تبعي من البذور وتامينها والى اخره. فمحمد عمل جوله منيحه، فتش كل المنطقه، ما خلى ولا شجره الا تعربش عليها، وجمع بذور ان شاء الله نقول انها تكون كافيه. اما ما تبقى من عمل فهو اكيد يعني راح يكون عليه يمكن بالقراءات وإلى آخره، فحجم فهو يعني محمد شجعني وأنا شجعته بنفس الوقت، إنه بدنا نعطي لهذا البحث أهمية ونحاول نطلع بقدر الإمكان لحتى ننتقل لمرحلة ثانية. يعني إكثار البذور فهو قد يكون بداية لانطلاقة لبحث آخر في مجال الإكثار الخضري، سواء كان عن طريق يعني الأقلام أو التجذير أو إلى آخره، فبحيث أنه يتكامل البحث. حبينا ندمج أكثر من طريقة، يعني مثل ما شايفين في طريقة خلينا نقول بسيطة الطبيعية في الماء الساخن، في حمض الكبريت، طرق كيميائية أو بالهيوميك أسيد. عم نحاول نأثر على غلاف البذرة من الداخل بحيث يصير فيه له كسر، لكن عم نحاول أيضا نقوي الجنين من الداخل بحمض هيوميك أسيد. وقلنا طالما المشكلة هي يعني في غلاف البذرة بشكل رئيسي، ف جيد أنه ندرس الخدش الميكانيكي ونشوف كمان إذا كان في حمض الهيوميك أسيد مع الخدش الميكانيكي، فممكن يعطينا نتيجة يعني أقوى. ف أمام الطالب عمل ضخم، لكن إن شاء الله يعني قدها وقدود. إن شاء الله أفتح. طيب يعطيك العافية دكتور شاهد، يعطيك العافية محمد. أنا بالنسبة لي هذه الملاحظتين كنت أذكرهم مع بعض بالنسبة لي. باقي الزملاء الأخوة والزملاء الحضور، في أي سؤال، أي ملاحظة، أي نصيحة للطالب؟ أتمنى التوفيق لمحمد إن شاء الله، يعني التوفيق متوقع إن للبحث. شاء الله يكون بحث
ناجح بإذن الله، ونتمنى له التوفيق، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وننتظر النتائج يعني من محمد كمان بعرض قادم يعني يبهرنا بالنتائج اللي راح يصلها إن شاء الله. يعني مثل ما ذكر دكتور شاهر قدامه عمل وهو بإذن الله قدها، يعني أتمنى لك التوفيق يا محمد، الله وإن شاء الله يسلمك يعني دكتور. ننتظر منك العرض القادم مع النتائج بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله دكتور، الله يكرمك. يا الله وفقكم الله إن شاء الله يا أخ محمد، والله يعينك وإن شاء الله كل التوفيق يا رب. الله الله يبارك الله بجهدك. يسلمك، الله يسلمك دكتور، الله طيب يعطيك إذا ما في العافية. ملاحظات فكل الشكر لكل الملاحظات وهي الآراء اللي راح يتم الأخذ فيها حسب الإمكان وحسب المتاح إن شاء الله. بالتوفيق محمد، وإن شاء الله يعني نشوف هذا البحث يكون فعلا بادرة لأباحاث أخرى بتسلط الضوء على مو بس هذا النبات، أيضا في عندنا كثير من النباتات البرية واللي ممكن تتحول لشكل مزروع. أنا بس بدي أحول بدي أنبه يعني أو أضيء على أنه أهمية البحث حقيقة تكمن في أنه في إمكانية كبيرة، خاصة في ظل الواقع المأساوي للغابات وقطع الأشجار وإلى آخره، يعني انتشار المخيمات وإلى آخره. فقد يكون بالإضافة ل قوة النبات وتحمله وكذا، فممكن أنه يعني استخدامه خلينا نقول إعادة الغطاء النباتي لهي المناطق، وخاصة إذا تم يعني إكثاره أو زراعته حول البساتين، حول الحقول، حول كذا في المناطق المهملة لمي مستخدمة، سواء كان يعني من جهات حكومية أو من مزارعين أو إلى آخره، ممكن يعني يتحول مو بس لشكل مدروس وإنما أيضا لأنه يساهم في إعادة الغطاء النباتي والبيئة والحفاظ على البيئة وما تبقى من تربة. أستاذ فادي تفضل. تحياتي دكتور شاير، تحياتي لكم جميعا، بارك حياك الله الله أستاذ فيكم. فادي. حبيت بس أشير إشارة دكتور شاير بآخر البحث، طبعا تأكيدا لكلامكم بالإجمال. نحن في المنطقة هنا لدينا مثل ما هو معروف الزعتر، الزعتر البري. نعم الزعتر البري مثل ما هو معروف، وأستاذنا الدكتور عبد العزيز الأيوب بيعتقد أعلم منا في هذا الموضوع، تم إذا جاز التعبير تدجين هذا النبات بعد أن كان بريا، ويتم جمعه بريا ومن ثم بيعه بالأسواق، وأصبح يزرع في الحقول تقريبا من حوالي لا يعني مدة لا تزيد عن 10 أو 15 سنة. كان قبل ذلك هو يتواجد بشكل بري طبعا المناطق، البيئة تقريبا قريبة جدا للقبار. أصبح الآن منطقة زراعته الرئيسية باتجاه قرقنيا في المنطقة لدينا، وينتج يعني بيتم إنتاجه بشكل دوري، ويتم طبعا تم زراعة النبات بشكل دائم في أراضي دائمة، ويقوم المزارع سنويا طبعا بجمع المحصول وإلى آخره، وبرعاية هذا النبات والحصول طبعا على الزعتر. وحقيقة يعني خفضوا لنا أسعار الزعتر البري بعد ما كان يباع بأسعار كبيرة جدا. فعند اللي طبعا الأستاذ محمد جاري وأخوي عندما قال أنه بده يشتغل قبار، فتوقعت وسأتوقع أيضا نتائج بإذن الله ستكون رائعة إذا جاز التعبير مرة أخرى في تدجين القبار، خاصة مثل ما حكى الدكتور شاهر أنه نحن في منطقة أصبحت كثيفة جدا بالسكان، أصبح حتى هذا النبات يمكن أن يكون مهددا، لأنه في عمليات أحيانا توسع عمراني أو إقامة مخيمات في مناطق هي الحقيقة تشكل منطقة جيدة لنمو هذا النبات. فأشجع أنا طبعا هذا الموضوع في ظل هذه الظروف للحفاظ طبعا على هذا النبات الذي قد يكون ثروة
بكل ما تعني الكلمة، وهذه المساهمة الحقيقة هي سباقة، يعني لم نسمع حتى الآن ولا في أي بحث أجري حول القبار حتى على مستوى، على الأقل أنا أقول هنا المنطقة أو في سوريا، ما سمعت طبعا حدا أجرى دراسات أو عملية خلينا نقول تحويل هذا النبات إلى نبات إذا جاز التعبير زراعي، أو يمكن زراعته في حقل ويمكن الاستفادة طبعا منه في مختلف المجالات اللي تفضلت وحكيتوا فيها. شكرا لكم وبركة جهودكم، وإن شاء الله نشوف محمد في الدفاع بإذن الله بنتائج بإذن الله ترفع الرأس. شكرا جزيلا لكم. كل الشكر لك أستاذ فادي، كل الشكر، الله يعطيك العافية على المداخلة. شكرا أستاذ فادي، وختامها مسك يعني، فكلنا أمل ونتطلع إنه نحصل على نتائج جيدة من خلال هذا البحث. إذا ما في أي ملاحظة فكل الشكر لوقتكم ولملاحظاتكم، والله يعطيكم العافية، ونراكم في وقت قريب إن شاء الله. كل الشكر للحضور، مشكورين، وبإذن الله الملاحظات تم تسجيلها كلياتها ما عدا ملاحظة الدكتور سليم واحدة وافق عليها. عجب لك اكثر شيء ملاحظه دكتور سليم. ايه والله دكتور، لا ان شاء الله، ان شاء الله يعني بيكون الاشراف مستمر ودؤوب، وبنفس الوقت انا اخر ملاحظه فيني اكد عليها من خلال عملي كمهندس زراعي فتره معينه في باديه السلميه في بعض مناطق صحراوية، المعاناة كانت الشديدة هي معاناة التصحر. التصحر كانت مشكلة قومية بكل معايير، وبالتالي هذا النبات لأنه جذوره متعمقة جدا في التربة ومقاوم للجفاف في آن واحد. أنا أقارنه بنبات آخر أنا حاولت إدخاله مرة، هو الأتربليكس اللي هو الرغل، نبات الرغل أيضا كمان نبات مستديم الخضرة. وهالنباتين هذول إضافة لنبات الشنان على سبيل المثال اللي هو قابل للرعي من قبل الجمال، حتى الجمال بياكلوه لأنه حتى هو نبات شائك. وبالتالي هذه النباتات ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بتثبيت التربة، بتثبيت التراب الرملية، بالحد من التصحر. هون عم نعطي كمان قيمة إضافية، صح ولا لا دكتور شاهر؟ شو رأيك؟ نعم. هذه قيمة مضافة، وإن شاء الله يعني ما نعم راح بالضبط دكتور، نتركه. يعني الخصائص اللي بيتميز فيها النبات واللي عم نشوفها على الطبيعة، يعني تلاقيه طالع على الصخر، على الجدران، على بالضبط حواف الطرقات، يعني بالأماكن اللي أصلاً ما بتوقف فيها المي، فهذا فعلاً يعني بيوقف. يعني السؤال هون إنه هذا النبات لو زرع و عطي يعني أعطيناه الحد الأدنى من الرعاية، فقديش ممكن يكون المحصول تبعه، قديش ممكن يعطي. فلذلك فعلا هاي الأسئلة كلياتها مفتوحة، ولذلك ما بنستغرب إنه تم استزراعه في دول أخرى ودول أوروبية على حوض المتوسط مثل إسبانيا وغيرها. يعني أنت لما تقول كيلو القبار الصافي المخلل بحدود $25، هذا مو رقم سهل يعني. فيعني حتى ما نهول للموضوع وكذا، لكن هو طبيعة النبات وسهولة زراعته خلينا نقول، واحتياجاته اللي شبه تكون بسيطة بسيطة جدا، جدا. فهذا يعطيه يعني قوة إنه ممكن يزرع في هذه المناطق المهملة اللي أصلاً ما ممكن نزرعها. للحديث بقية كثير يعني سردنا في هذه المداخلات، فحرصاً على الوقت وحتى ما نتأخر أكثر، ونتمنى أن نلتقي في أوقات تكون يعني أول شيء بصحة وعافية للجميع، وعلى أمل أنه نراكم إن شاء الله في سيمينارات أخرى. حياكم الله، والله يعطيكم ألف عافية، وشكرا لكم، السلام الله عليكم. يجزيكم الخير، حياكم الله الله، يعطيكم العافية جميعا، الله يجزيكم الخير. تحياتي وإياكم للجميع، وإياكم. السلام عليكم.